دوماً يثبت الشعب المصري صلابة معدنه وسلامة بوصلة هذا الشعب العظيم في اللحظات الحاسمة من عمر هذا الوطن، ملحمة وطنية تضافرت فيها الجهود لإكمال الصورة المشرفة، لسيما من القضاء الذين يشرفون على هذا الحدث الهام في تاريخ الوطن لضمان نزاهته وشفافيته، بالإضافة لجهود جميع أجهزة ومؤسسات الدولة التي حرصت على أن تكون الانتخابات في أبهى صورة لها تليق بمكانة مصر. ملحمة في حب مصر، في مشهد ديمقراطي وحضاري تتجه إليه أنظار العالم أجمع، يتوافد فيه ملايين المصريين لاختيار زعيم وقائد مصر، رئيس مصر، مصر الحضارة والتاريخ والمستقبل. يتدفقون صوب صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم ويعبروا عن رأيهم بمنتهى الحرية وبمنتهى الديمقراطية. يد تصوت في بطاقة الاقتراع ويد تحمل علم مصر الشامخ، رمز الهوية والكرامة والوطنية والعزيمة والإرادة والانتماء والحب، حب مصر، ويبعثون دائماً برسالة إلى العالم: تحيا مصر.